أكد سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى أكد دعم اللجنة ومساندتها المستمرة لكل التشريعات والقوانين الوطنية التي تعزز المسيرة الحقوقية في المملكة. وأشار خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة إلى أن اللجنة ناقشت خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس 4 تشريعات أحيلت إليها. من هذه الإنجازات التي ممكن أن أذكرها باختصار هي دراسة مشاريع القوانين التي أعطتها اللجنة للجنة الخدمات بخصوص إضافة فقرة جديدة للمادة 27 من قانون سوق العمل، وهذا التعديل يهم شريحة كبيرة من المواطنين وهو يتعلق بهروب العامل أثناء عمله. طبعا من القوانين الأخرى هو مشروع في قانون الأطفال الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاش، وهذا القانون يعتبر خارطة طريق واضحة بالنسبة لحماية الأطفال من جميع إشكالات العنف والعمل الجبري والاستغلال الغير الأخلاقي. الإنجازات الأخرى متابعة ما يكتب عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين من قبل الدول أو الأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني، والعمل على إعداد بيانات موضوعية للرد عليها وتسميدها وأخذ الإجراءات التي ممكن من خلالها الاتصال بهذه المنظمات وتوضيح مكانة ووضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.